ثالثا أنها لم تذكر أنه أفاض على رأسه 3 مرات بعد أن أروى بشرته، وكل هذا يدل على أن الماء كان قليلا. على كل حال لدينا الآن صفتان كلاهما من الكمال. الصفة الأولى ما دل عليها حديث عائشة، والثانية ما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنها. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها أو يردها يا عقيل. إن أتيته بخرقة من أجل أن يتنشف بها فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، ينفضه يعني يسلته هكذا بيديه. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا جواز هذه الكيفية من الغسل، وفيها مخالفة لحديث عائشة من بعض الوجوه. أولا حديث عائشة لم تذكر فيه أنه غسل كفيه قبل غسل فرجه، بل لم تذكر أنه غسل فرجه أصلا، فهل نقول إن هذه زيادة في حديث ميمونة، أو نقول إنها حذفت من حديث عائشة اقتصارا؟ يحتمل أن هذا وهذا، بمعنى أنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اغتسل في حديث عائشة لم يغسل كفيه ولا فرجه، لأنه كان غسلهما من قبل أو لسبب آخر، ويحتمل أن أحد الرواة حذف ذلك اقتصارا على المهم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية غسل الكفين قبل البدء بالغسل، لقولها رضي الله عنها: أكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3. ومن فوائده غسل الفرج وتنظيفه قبل البداءة بالوضوء، لقولها: ثم غسل فرجه. ومن فوائده ضرب الأرض أو الحائط باليد، فهل نقول إن هذا سنة ولا يعقل معناه، أو نقول إنه سنة إذا بقي أثر غسل الفرج؟ الظاهر الثاني وأنه إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى ضرب الأرض أو ضرب الحائط. ومن فوائد حديث ميمونة المضمضة والاستنشاق في الغسل، فهل هذا مما انفردت به ميمونة، أو نقول إن حديث عائشة قد تضمنه الثاني؟ لأن حديث عائشة تقول: توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يتضمن الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد الحديث أنه لا يجب تكرار غسل الرأس في الجنابة، لقولها: ثم أفاض على رأسه، ولم تذكر التثليث. ومن فوائد الحديث أن الغسل لا بد فيه من إيصال الماء إلى ما تحت الشعور، خفيفة كانت أو كثيفة، لقولها: أفاض على رأسه. وإذا أضفناه إلى حديث عائشة قلنا لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وبذلك نعرف أن إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يجب إيصاله لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا الشعر الخفيف ولا الكثيف، وذلك في التيمم، فإن الإنسان إذا تيمم مسح وجهه بيديه سواء عن جنابة أو عن وضوء، وسواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا، فلا يجب على المتيمم أن يخلل شعره، لأن المقصود من التيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه بالتراب. الثاني ما يجب إيصال الماء فيه، نعم، ما يجب إيصال الطهور فيه على كل حال، ما يجب إيصال الطهور فيه إلى البشرة على كل حال، وهذا في الغسل من الجنابة، فإن الغسل من الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى وصول الشعر سواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا. والثالث التفصيل،
ما يجب إيصال الطهور فيه إلى أصول الشعر إن كان خفيفا ولا يجب إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. فالوضوء يكفي أن تغسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة، ويجب إيصال الماء إلى ما تحته إذا كان يصف البشرة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء ثم يغسل الباقي في مكان آخر، لقولها ثم تنحى فغسل رجليه. أيجوز أن يقال إن الموالاة هنا فاتت؟ فهو دليل على أن الموالاة ليست بشرط في الوضوء. الجواب لا، لا يمكن أن يقال، لأن الطهارة الآن متصلة لم تنفصل. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمندل بعد الاغتسال، جواز التمندل بعد الاغتسال. وجه هذا أن ميمونة أتت بالمنديل ولم ينكر عليها، بل قد يقال إنها أتت بها لأن من العادة أن يتنشف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلدينا الآن احتمالاً، الأول أنه ليس من العادة أن يأتي بها، لكنه لا، لكن سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار يدل على الجواز. والثاني أن يقال إن كونها تأتي بها بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن ذلك كان من عادته. وأيا كان فإنه يدل على أنه يجوز أن يتنشف الإنسان بعد الغسل، وهذا هو الموافق أيضا للنظر الصحيح، لأن الإنسان إذا لبس ثيابه وجلده مهتل ولا سيما في أيام الصيف صار له رائحة، لكن إذا تنشف فإنها تقل الرائحة أو تزول بالكلية. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يقال إن الأفضل عدم التنشيف لقولها فلم يردها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه قضية عين، يحتمل أنه لم يردها لئلا يشق على أمته بطلب التنشيف، ويحتمل لم يردها لأنه رأى فيها شيئا من الأذى. وهو إذا تنشف بها وفيها شيء من الأذى فلا بد أن يؤثر ذلك على بدنه على جلده، فردها لذلك، لكن لم يذكر في الحديث لأنه لا داعي لذكره. ومن فوائد هذا الحديث جواز نفض الماء باليدين سواء من الغسل أو من الوضوء، وأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف لا يصح. إذا قال قائل بأي الحديثين نعمل، حديث ميمونة أو حديث عائشة؟ نقول افعل هذا تارة وافعل هذا تارة، لأن القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، القاعدة على القول الراجح أن الإنسان يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. فمثلا التشهد ورد على صفات متعددة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت على صفات متعددة، الاستفتاح ورد على صفات متعددة، رفع اليدين في مواضعه ورد على صفات متعددة، الجلوس في الصلاة في التورد ورد على وجوه متعددة. نعم. فالصحيح في هذه المسائل أن الإنسان يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة لثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمام المتابعة والأسوة، لأنه لو اقتصر على واحد فاتته الأسوة في الثاني. ثانيا إحياء السنتين، إحياء السنتين، لأنك إذا لم تعمل إلا بسنة واحدة نسيت الأخرى. الثالث المساعدة على حضور القلب، لأنك إذا نوعت
صار قلبك يحضر حتى تغير مرة كذا ومرة كذا، لكن إذا بقيت على شيء واحد صار أمرا عاديا، وربما الإنسان لا يشعر إلا وهو قد أخذ جزءا كبيرا من هذه الصفة. واضح جماعة؟ كما أن الآن لو كنت تكثر قراءة سورة من السور بعد الفاتحة، إذا خلص الفاتحة ما تشعر لو أنت في هذه السورة التي كنت تحافظ عليها، لكن لو نوعت صرت لا تبتدئ بالسورة إلا عن إدراك وحضور قلب، فصار في فعل السنتين كم فائدة؟ ثلاث فوائد، وهي نعم هذه في مسألة أخرى، هذه في مسألة أذكار الصلوات. الأذكار بعد الصلاة، الأذكار بعد الصلاة وردت على وجوه متنوعة، نستفيد منها فائدة ثانية رابعة وهي التخفيف. مثلا ورد الأذكار بعد الصلاة على الوجوه التالية: أولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. تمتاز هذه عن الأولى بأن يسرد فيها كل نوع وحده، سبحان الله 33 ما تجمعها مع الحمد والتكبير. وثانيا أنها تختم 100 بزيادة التكبير، وهذا والصفة الأولى تختم بكلمة التوحيد. الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فالجميع 100. الوجه الرابع سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، الجميع 30. هذه أيضا افعلها أحيانا كذا وأحيانا كذا. ومن فوائدها إيش؟ التخفيف. مثلا إذا كان الإنسان على عجل أو مسافرا أو كان أو جمع بين الصلاتين وأحب أن يأتي بالذكر كاملا فيهما، فإنه يكون ذلك أخف إذا أخذ بالعشر العشر. ثم ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قوله أيرقد أحدنا، الاستفهام هنا استفهام استعلام واستخبار، يعني أخبرني أيرقد أحدنا. والرقاد هو النوم، وجملة وهو جنوب حال من أحد، من أحد ولا منا؟ نعم هي كلها واحد لكنها من أحد، لأن الحال تأتي من المضاف دون المضاف إليه، لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط. وهو جنوب، قال: نعم. نعم حرف جواب للتصديق ولا للنفي؟ للتصديق. فإذا قلت أقام زيد قال نعم، أي أنه قام. التي للنفي تقابل نعم هي لا، أقام زيد فيقال لا. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ يعني وضوءه للصلاة، فطهر الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. وقوله فليرقد، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة وليست للاستحباب ولا للوجوب، لأن عمر سأل هل يباح أو لا، فإذا كان السؤال هل يباح أو لا فجاءت لام الأمر صارت للإباحة، كما لو جاء الأمر بعد الاستئذان، استئذان الداخل، لو قرأ عليك الباب، لو قرأ عليك الباب أحد فقلت أدخل، الأمر هنا للإباحة. ولهذا لو انصرف ولم يدخل لم يكن عاصيا،
لأن الأمر هنا قد سبق استئذان بالفعل فيكون هذا للإباحة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده. نعم نعم يا لا المقصود القبل قولها غسل فرجه يعني قبله والمناسبة ظاهرة لأنه أثر الجماع لا بد أن يكون هناك ما يكون على الذكر من تلطخ بالمني أو غيره فشرع غسل. نعم هذا من سنة الغسل لأنه ليس فيها أن الرسول كان نائما. نعم علي إيش؟ لا أبدا هذا من باب التنظيف من باب التنظيف وفي حديث لكنه ضعيف إن من سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكنه ضعيف فغسل الكفين عند الأكل إنما هو عادة يحتاج الإنسان إليه فعله لأن بعض الناس قد يكون مثلا مس أناسا كثيرين وأيديهم عرق وصار لها بعض الرائحة أو إنسان مثل مارس أعمالاً تتلوث بها اليد هنا وإما إذا كان نظيفة قبل قليل خرج من الماء فلا حاجة للغسل لا أما مسألة التنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلاً لا 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 ينفع ولا لا يعني واحد يأكل طعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف هذا عقل ليس بمناسب لأن معنى ذلك أنه بعد أن نظف يده ذهب فلوثه المنشف من تنشف بها من الناس نعم حاله والذي تنشف بها ما نعرف عنه هل هو مريض ولا صحيح وهل هو نظيف ولا متلطخ كيف بعد ما تنظف يدك تروح تمسحها بالمنديل نعم لو كانت المنديل نظيفة مثل المناديل الآن الورق كان لا بأس لكن منديل منشفة يمكن لها شهور ما غسلت نعم ما يصير نعم إذا كانت إذا كانت إيش؟ ذات الظفائر الظفائر إذا كانت ليست مشدودة بقوة بحيث يتخللها الماء فلا حاجة إلى نقضها وإن كانت مشدودة بقوة بحيث لا يدخل الماء إلى فيما بينها فإنها تنقض هذا هو القول الراجح في مسألة الظفائر سواء كان ذلك عن حيض أو عن جنابة أيوب شيخ في مسألة ضرب الحائط والأرض طيب إذا يعني هذا للتنظيف طيب إذا وجد ما يعني يحل مكانه في الصابون هل يعني من السنة أو يعني الإنسان يعتبر سنة الظاهر أن يكفي لو وجد صابون ينظف اليد فالظاهر أنه يكفي ثم إن عندنا الحمد لله في وقتنا حتى لا نحتاج إلى هذا الماء كثير ويمكن الإنسان يغسل يديه حتى يزول الأثر نعم في إيش؟ نعم من عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أو التيمم في تناوله وتطهره وتناوله وفي شأنه كله فالأصل فهذا الحديث أصل
في استعمال اليمين قبل اليسار. انتهى الوقت؟ نعم. خمس دقائق. نعم. طيب. أنا هنا الأحسن نأتي على هذا الحدائق ونفتح الأبواب ونقول له. لا لا ما نأتي. نعم. نكون في البرية. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذا هي حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يدل على أنك إذا حبست الحيوان وأعطيته ما يلزم من طعام وشراب وأكلته على الحر وعن البرد فإن ذلك لا بأس به. انتهى. انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها فيما نقله عن أم سلمة فيما نقله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. وأنا عشت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في باب الغسل من عمدة الأحكام. نعم. قال جاءت أم سليم إلى امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إذا هي رأت الماء. هذا هو الحديث، لكن نتكلم على ما سبق، على نتكلم على فوائد الحديث السابق، وهو حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز السؤال عما يستحي منه بلفظ الصريح لقوله أيرقد أحدنا وهو جنوب. وفي أيضا من الفوائد أن الجنوب لا يرقد إلا إذا توضأ، وذلك من أجل أن ينام على إحدى الطهارتين. والسنة للإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءا طاهرا كاملا، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فإذا كان عليه جنابة فلينم على إحدى الطهارتين، إما الغسل وهو طهارة كاملة وإما الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث منع الجنب من النوم بلا وضوء لقوله إذا توضأ أحدكم فليرقد، واللام هنا للإباحة لكنها إباحة مشروطة بالوضوء. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يحرم على الجنب أن ينام من غير وضوء، ومنهم من قال إن ذلك جائز، واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء، وهذا يدل على الجواز. ومنهم من قال إنه مكروه، وهذا قول وسط، وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجنوب يكره أن ينام حتى يتوضأ، فإن اغتسل فالغسل أكمل. وهذا القول هو الصحيح، هو الراجح، أنه يكره ولا يحرم. أما حديث أم سلمة فيقول وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج هنا بدل أو عطف بيان؟ الجواب أنه يجوز أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان، لكن إذا استفدنا من هذا أي من التابع معنى زائدا على المتبوع بزيادة البيان فالأولى أن نسميه عطف بيان. فهنا نقول زوج النبي، نقول الأولى أن نعربها على أن هذا عبد الله بن عوض عطف بيان. قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة
امرأة أبي طلحة نقول فيها مثل ما قلنا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها عطف بياض. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. والحياء خلق معروف لا يمكن أن نفسره بأوضح من لفظه، لأن من الألفاظ ما لا يمكن أن تفسر معناه. لو قلت مثلا: ما هي المحبة؟ ماذا تقول؟ هي المحبة. لو قلت: هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، لا، لقلنا غلط، لأن الميل نتيجة المحبة. إذا الإنسان يحب الشيء ثم يميل إليه، لكن تقول المحبة هي المحبة. طيب الكراهة هي الكراهة. فهذه الأمور الطبيعية لا يمكن أن تفسر بأوضح من لفظها. فالحياء إذن خلق معروف، وهو خلق محمود، خلق ثناء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء من الإيمان. ولكن الحياء فيما يجب أن يعلم لا يعتبر محمودا، بل هو جبن وخور. فالناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، ولا ندعوها إن شاء الله للفوائد. إن الله لا يستحي من الحق، من يحتمل أن تكون متعلقة بيستحي، ويحتمل أن تكون تعليلية، أي لا يستحي فيما كان حقا. فهل علي من غسل، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ من غسل هذه مبتدأ اقترنت بها من الزائدة، والأصل أن يقال: فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي احتلمت. هنا ولي إذا اسم، ولي إذا اسم، فماذا، فكيف المخرج؟ نقول لنا ثلاث مخارج. المخرج الأول أن نجوز إضافة إذا إلى الجمل الاسمية، والثاني أن نقول إن هي فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، الثالث أن نقول هي فاعل احتلمت مقدم وانفصل مع إمكان الاتصال لغرض. وكما قررنا ونقرره الآن أن النحويين إذا اختلفوا على أقوال فإن نرجح ما هو ما كان الأيسر، هذا الضابط في اختلاف النحويين. يقول: إذا احتلمت، والاحتلام أن يرى الإنسان في منامه ما يوجب الغسل من الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني عليها الغسل، لكن بشرط إذا هي رأت الماء. إذا هي رأت الماء، نقول في إذا هي ما قلنا في إذا هي احتلمت، إذا هي رأت الماء. وألف الماء للعهد، والمراد به المني، يعني إذا رأت الماء الذي هو المني، فتكون للعهد الذهني. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن أيضا، لأن أم سليم سألت هذا السؤال الذي يستحي منه، ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأثنت عليهن لكونهن لا يستحين من التفقه في الدين. ومن فوائد هذه الآية السفر، ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أم سليم،
حيث قدمت بين يدي سؤالها الذي يستحي منه عادة قولها إن الله لا يستحي من الحق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل، إثبات الحياء لله لقولها إن الله لا يستحي من الحق، وذلك بمفهوم هذه الكلمة، فإن مفهومها أنه يستحي مما ليس بحق، واضح؟ وعلى هذا فنقول إن الله تعالى موصوف بالحياء، لكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء يليق بجلاله وعظمته. وجاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا الذي ذهبنا إليه في تفسير الحياء وأنه ثابت لله حقيقة هو مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لأنهم يجرون نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها لكن من غير مماثلة. وأنت إذا أجريتها على ظاهرها بلا مماثلة فإن هذا هو حقيقة الاتباع. أما من حاول أن يحول المعنى إلى معنى يلائم عقليته فيحرف الكلمة عن مواضعه فإن هذا طريق ضال وبدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا كان الأشاعرة مثلا يحولون جميع نصوص الكتاب والسنة إلى معاني تخالف الظاهر فيما عدا سبع الصفات، يؤولونه، والحقيقة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد تحتلم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم على قولها إذا هي احتلمت، ورتب على ذلك حكما وهو قوله نعم إذا هي رأت الماء. ولو كانت المرأة لا تحتلم لقال لها أو تحتلم المرأة، لكنها تحتلم في الواقع. ومن فوائد هذا الحديث أن النائم معفون عنه، معفون عنه ما يرى أنه فعله، وجه ذلك قوله نعم إذا هي رأت الماء. فلو رأى النائم أنه يجامع زوجته مجامعة تامة ولكنه لم ينزل فإنه معفو عنه، لا يلزمه أن يغتسل، واضح؟ ولو رأى أنه يزني بامرأة فإنه يجلد إن كان صغيرا لا ويرجم إن كان ثيبا، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه معفو عنه. ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل على من رأى أنه يحتلم يجامع إلا إذا رأى الماء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن النائم إذا رأى الماء وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلامه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الغسل بماذا؟ برؤية الماء، فدل ذلك على أن المدار على رؤية الماء. وعلى هذا فلو رأى الإنسان أنه يجامع وهو نائم ولكن لم يرى أثر المني فإنه لا شيء عليه، لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بما إذا رأى الماء. طيب، فإن انتقل أحس بانتقال المني ولكن لم يخرج، أحس بانتقاله ثم استيقظ وبردت شهوته، فهل عليه غسل أو لا؟ نقول لا، لا غسل عليه، لأنه لم ير الماء. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، فيقال هذا ضعيف
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق وجوب الغسل بما إذا رؤي الأثر أثر الجنابة. وهل مثل ذلك انتقال الحيض؟ نعم، مثل لو أحست المرأة بأن حيضها انتقل ولكن لم يخرج، فمن العلماء من يقول إنه كانتقال المني يثبت له حكم الحيض ويوجب الغسل، ومنهم من يقول لا. وينبني على هذه المسألة، أي مسألة الحيض، أن المرأة لو أحست بانتقال الحيض قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت ثم خرج بعد دخول الوقت، فإذا قلنا إن الانتقال في حكم الخروج لم تجب عليها الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت حائضة، الانتقال بمعنى الخروج. وإذا قلنا لا وأن العبرة بالخروج، فإن هذه المرأة تجب عليها الصلاة إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة. أفهمت يا سعد؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعبر عن مثل هذا الشيء الذي يستحي منه بقوله إن الله لا يستحي من الحق، ولا يعبر بقوله لا حياء في الدين، لأنه إذا عبر بقوله لا حياء في الدين قد يفهم السامع أن الدين ليس فيه حياء، وليس المعنى أن طلب الدين لا حياء فيه، ومراد المتكلم بلا شك أن طلب الدين لا حياء فيه، لكن العبارة موهمة. ولهذا نقول اعدل عن هذه العبارة لا حياء في الدين إلى قولك إن الله لا يستحي من الحق. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ما هو المحذور من قولك لا حياء في الدين؟ هو المحذور ما أشرت إليه أنه قد يظن السامع أن الحياء ليس من الدين، ومعلوم أن الحياء من الدين وشعبة من شعب الإيمان. إذا رأى النائم الماء ولكن لم يتيقن أنه مني، لا يدري أمني هو أو مذي أو بول أو عرق، لا يدري، فما الحكم؟ نقول ادفع الأشد بالأخف، الأشد أن نجعلهم منيا، وهذا أشد من وجه وأخف من وجه، أشد من جهة أننا نوجب الغسل، وأخف من جهة أننا لا نوجب الغسل. لماذا؟ لا لا ماشي، لأن المني طاح. تمام، نجعله مذيا لا بولا، أخف من وجه وأغلظ من وجه، فالبول لا يجب إلا غسل ما أصابه فقط، والمذي يجب غسل الذكر والأنثيين، فيكون من هذه الناحية أشد. البول يجب غسل بحيث يغمره الماء ويعصر ويفرك، والمذي لا يحتاج إلى ذلك على قول الراجح، بل يكتفى بأن ننضحه فنغمره بالماء فقط. وش بقي علينا؟ العرق. العرق أخف هذه الأشياء الأربعة، لأنه لا يوجب وضوءا ولا غسلا، نعم ولا غسلا، لا وضوءا ولا غسلا ولا غسلا أيضا. ونحن نقول ادفع الأشد بالأخف، فماذا نجعله في هذه الحال؟ نجعله عرقا. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، والأصل أن الإنسان طاهر لا يلزمه غسل شيء ولا التطهر منه، فنقول ما دمت لم تتيقن شيئا من ذلك فإننا نحمله على الأخف، فندفع الأشد بإيش؟ بالأخف. والعلة كما قلت لكم أن الأصل إيش؟
الأصل براءة الذمة. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الاحتياط، لماذا لا نسلك الاحتياط حتى نبرئ الذمة بيقين؟ قلنا سلوك الاحتياط فيما ثبت وجوبه، وهذا لم يثبت وجوبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أحدث أم لا، ماذا قال؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يقل ليحتط لنفسه وليتوضأ. انتهى الكلام على الحديث وفوائده مع انتهاء الوقت. نعم ذكرنا فلا ينصرف حديث ابي هريره، اذا وجد احدكم في بطن شيء فلا ينصرف. بعض العلماء قال من هذا الاولى ان يخصص في الصلاه. نعم. اما اذا كان في خارج الصلاه فلا يتحول ولا يتوضا ما دام لا يترتب عليه فليحتط فليحتط يعني. ثم ذكرنا ان هذا ليس بصحيح، لانه لو وجب الوضوء منه لوجب في الصلاه وخارج الصلاه. وكذلك ايضا حديث فلا يخرجن من المسجد ولم يذكر الصلاة. نعم نعم كلام عن الحياة إيش؟ كلام عن الحياة. نعم في كلام في الناس في ثلاثة أقسام. أي نعم الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام. قسم عنده حياء مفرط بحيث لا يتكلم ولا بالحق من الحياء، وهذا موجود في الطلبة كثيرا. تجد الطالب يستحي أن يناقش ولو أشكل عليه ويقول في نفسه الأمر سهل، ما هي بهذه أول مسألة أشكلت عليه، وما أكثر ما أجهل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. خلت تروح يأتي الدرس الثاني كذلك. نعم ومثل ينوم كل هالمسائل التي تشكل عليه لأنه يخجل أن يسأل، وهذا نعتبره ايش؟ جبنا جبنا وخورا، بل نقول اسال. ومن الناس من لا يستحي، كل شيء يفعل كل شيء يقول، واذا قيل له فلان كيف تفعل كذا قال هو حرام. نعم هو حرام، لا تقول انه حرام، الحرام شيء وما يستحى منه ويخالف المروءة شيء آخر. فتجد مثلا يمشي في السوق مدلع فاتح أزرته مصلع أيضا الغترة هي موجودة رافع ثوبه إلى الركبة. نعم ويمشي هرولة أحيانا ويدبي على الأرض أحيانا، ويقول وش هذا الكلام وش هذا العمل، ماذا يقول؟ هو حرام. مشكلة هذا أيضا هذا خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عند الأكل إذا شاركك بالأكل مرة يأخذ مما يليه ومرة مما يليك ومرة من على الصحفة نعم ويخبط، هذا أيضا لا يستحي، هذا غلط. ومن الناس من هو وسط يستحي مما يخالف الشرع ويستحي مما يخالف المروءة، وما عدا ذلك فإنه يفعله، وهذا هو المستقيم، وهو أحد المعنيين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تفعل شيئا يستحي منه فاصنع ما شئت. واضح؟ نعم. عقيدة ليش ما سألت؟ ليش ما نقشت؟ قال والله استحيت، وهكذا استحيت. ما نسميه خجل، قلنا انه جبن. ولا نسميه حياء. لا نقول حياء لكنه حياء مذموم لأنه جبن. نعم. ايش لأنها؟ نعم. وهو أنه لما كان هذا الكلام مستحيا منه قدمت ما تعتذر به عن نفسه بأن الله
لا يستحي من الحرام. وهذا من آداب السائل إذا سأل عن شيء يستحى منه يقول إن الله لا يستحي من الحرام. أما أن يفاجئ المخاطب بما يستحي منه فهذا دليل على قلة أدبه. انتهى الوقت. نعم. كيف؟ أي يعني معناه أن الماء أن المرأة يكون لها ماء كما يكون للرجل، فإذا اختلط الماءان صار الولد مشابه لأبيه ولأمه. ها؟ لا أم سلمة قد تعرف لكنها لا لم يرد لها هذا الإشكال، لأن من الناس من لا يحتلم، حتى الرجال منهم من لا يحتلم مطلقا. نعم. فيما نقله في باب الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجناب من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم أردت فأفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في باب الغسل من الجنابة ذكر الحافظ رحمه الله في عمدة الأحكام فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة. وقبل الشروع في شرح هذا الحديث وفوائده نسأل عما سبق في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فيه من الفوائد الأصولية إثبات الحياء لله، فما وجه يا أحياء آدم؟ أنا يحيى. يحيى ولا آدم؟ يحيى. نعم. لأنه فإن الله يستحي من الحق. نزل هذه عشان نشوف. نعم. يعني هذا هو ضروري يكون موجود، عشان خلوه بين اثنين عشان لجماع يستر وجوه القوم. بس هذا زين، هذا زين. ماذا تقول؟ لأن أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق. لا يكفي قول الصحابي. نعم. أقول لا يكفي قول الصحابي. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم. لا، نريد من هذا الحديث. أي نعم. مما ليس بحق كذا. وجه الدلالة يعني هل نكتفي بقول أم سليم؟ ها؟ إيش؟ لا لا، وجه يعني الآن هذا كلام مفهوم مخالفة كما قلت، لكن كيف نستدل به على إثبات الحياء لله وهو من قول الصحابية؟ لأن النبي أقرها على ذلك، فيكون في هذا سنة إقرارية. طيب، فيه أيضا أن المرأة تحتلم كالرجل. وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته من خليل لم يستفهم مستنكرا ولم يقل كيف يكون هذا. نعم. بل بين لها الحكم، فتبين الحكم يدل على ثبوت أصل السورة. صحيح، إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها على قولها إذا احتلمت وبناء حكم على ذلك يدل على ثبوت هذا الأمر، وهو كذلك. إذا احتلمت امرأة دون أن ترى ماء، لا السؤال إذا احتلمت دون أن ترى ماء، نعم، لا يجب الغسل. إيش؟ لا يجب الغسل. لا يجب الغسل. الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية الماء. نعم. إذا هي رأت الماء. طيب، لو أنها رأت الماء ولم تذكر احتلامه، تغتسل. كيف وهي لم تحترم؟ لم تذكر احتلاما. الماء دليل على الاحتلام. أن الرسول علق الحكم على الماء، على رؤية الماء. طيب، فدل هذا على أنه هو العلة الموجبة للغسل.
هل يثنى على المرأة إذا ذكرت ما يستحي منه عند الرجال مطلقا؟ ها يعني مع عقل ضابط. إذا كان أو في الشريعة أو في شيء تعلمه هذا يستحسن. يعني إذا كان لبيان الحق. إذا كان نعم إذا كان لبيان الحق أو الاستفهام عنه فلا بأس به. ولهذا استنكر الصحابة قول المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا وتزوج رجلا لا يستطيع الجماع إنما معه مثل هدبة الثوب، وقال ألم ترى إلى هذه تقول ما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ بالحديث الذي بين أيدينا وهو درس اليوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله. المراد بالجنابة هنا المني، وأطلق عليه اسم الجنابة لأنه من جانب الماء محله إذا تباعد عنه، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثوب يطلق في اللغة على كل ما يستتر به المرء من إزار أو رداء أو قميص أو نحو ذلك، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، هذا من باب التأكيد، يخرج إلى الصلاة والماء لم ييبس بل هو باقي وبقع الماء في الثوب، وهذا من باب التأكيد أي تأكيد الغسل وأنها تغسله من أجل خروجه إلى الصلاة. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. أفركه أي المنية، فركا مصدر مؤكد فيصلي فيه معناها معروف. هذا الحديث فيه بيان حكم المني، هل هو طاهر أو نجس؟ وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه طاهر ومنهم من قال إنه نجس، والصواب بلا ريب أنه طاهر لهذا الحديث بلفظه. ثم إن الأصل في الأشياء الأصل فيها طهارة، وليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا، بل منه ما يكون طاهرا كالريح مثلا، إذا خرج من الإنسان ريح فإن الريح طاهرة، لو باشرت الثوب وهو ندي فإنه لا ينجس بهذا، وكذلك لو باشرت الأفخاذ وهي ندية فإنها لا تنجس بذلك، وهذا يدل على أنه قد يخرج من السبيلين ما هو طاهر. فالقاعدة التي يقول فيها بعض الفقهاء كل ما خرج من السبيلين فهو نجس قاعدة منخرمة ليست مضطردة. نعم. ففي هذا الحديث فوائد. أولا أن المرأة يجوز لزوجها أن يستخدمها، وأن هذا مما جرت به العادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، ولكن فيما جرى به العرف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فلا يكلفها ما لم يجري به العرف. فلو أراد أحد أن تزوج امرأة ذات حسب أراد منها أن تباشر السواني تسوق الحمير لاستخراج الماء مثلا، فإن هذا ليس من المعروف، فهو يستخدمها بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشرة المرأة ما يخرج من زوجها من المني، لأن عائشة كانت تفعل ذلك ولا ينكر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الأذى عن ثوبه وإن لم يكن قدرا، لأن عائشة كانت تغسل المني مع أنه ليس بقدر ولا نجس على القول الراجح، لكن لأنه له صورة مستبشعة، فينبغي الإنسان أن يزيل كل الأذى أو كل أذى عن ثوبه ليكون نظيفا. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال،
يعني يحب التجمل. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن المني يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا، لقولها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله. والفرق لا يتأتى مع الرطوبة، إنما يكون مع اليبوسة. ومن فوائد هذا الحديث استعمال التوكيد في الأساليب، لقولها أفركه فركا. وقد قال أهل العلم إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز، إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. فإذا قلت مثلا ضربته ضربا، كان هذا نافيا للمجاز، أي لا يمكن أن يدعي أحد أن المراد بالضرب هنا مجرد الإيلام، بل المراد به حقيقة الضرب. ومن ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقد أكد التكليم أكد الكلام بالتكليم لينفي احتمال المجاز، أي أن يكون كلام الله تعالى لموسى مجازا. فيه فرجة هنا يا جماعة. وقد قلت لكم سد الفرج لأنه أنشط لي أنا. إذا نعم، يقول في هذا أنه استعمال التوكيد في الأساليب، وقلت لكم إن المصدر المؤكد ينفي إيش احتمال المجاز لقولها فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. إذا جلس الفاعل مستتر ولم يظهر للعلم به، فهو يعني الزوج، أو إن شئت فقل الرجل ليشمل الزوج والسيد. وبين شعبها ها يعود على المرأة، ولم يفصح به للعلم بذلك. والشعب الأربع هي اليدان والرجلان، لأنها أي هذه الشعب متشعبة من البدن كتشعب غصن الشجرة من أصلها. ثم جهدها أي جامعها وبلغ معها الجهد، لأن الجماع بالنسبة للمرأة فيه نوع من المشقة، لكن تضفي قوة الشهوة على هذه المشقة ولا تشعر بها المرأة شعورا كثيرا. فقد وجب الغسل أي لزم، والغسل هو التعبد لله عز وجل بتطهير البدن على وجه مخصوص. التعبد لله هذا تعريف. وإذا قلنا تعميم البدن بالماء فإنه يكون قاصرا، لأن تعميم البدن بالماء قد يكون للتبرد لا للتعبد، ولهذا ينبغي أن نقول هو التعبد لله تعالى بإفاضة الماء على جميع الجسد على صفة مخصوصة. هذا الحديث أيضا فيه من موجبات الغسل الجماع. الجماع يعني إذا جامع الرجل المرأة فإنه يجب عليه وعليها الغسل، وهو واضح في الحديث. وفي من فوائده أنه لا بد أن يكون هذا الجماع له أثر بحيث يبلغ الجهد منها. يهديكم الله سبحانه. وهذا إنما يكون بالتقاء الحمد لله يهديكم الله سبحانه إنما يكون بالتقاء الختانين، يعني بتغييب الحشفة. أما مجرد الملامسة فليس فيه غسل إلا بإنزال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي حذف ما يستحي من ذكره بشرط أن لا يفوت المقصود.
لقوله إذا جلس وشعابها، فهنا لم يفصح بالمراد، لكن هذا الإبهام لا يفوت المقصود. أما إذا كان الإبهام يفوت المقصود فإنه لا يجوز، بل يجب البيان والتصريح ولا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الغسل بالجماع سواء أنزل أم لم ينزل. فإن قال قائل هل يستفاد هذا من اللفظ الأول المتفق عليه أو لا بد من ضم اللفظ الثاني إليه وهو قوله في صحيح مسلم وإن لم ينزل؟ أجيب الأول يستفاد حتى من اللفظ الأول. ووجه الاستفادة من الوجه الأول أنه عام، ما لم يقل إذا جلس بين شعبها الأربع وأنزل ثم جهدها وأنزل، فلما حذف هذا الشرط علم أنه غير مقصود وأن مجرد الجماع يجب فيه الغسل. لكن إذا جاء اللفظ مصرحا به كان هذا أشد أو كان هذا أشد طمأنينة للنفس. وعلى هذا فيكون الغسل واجبا بأحد أمرين: إما الإنزال كما يفيده حديث أم سليم إذا هي رأت الماء، وإما الجماع وإن لم يكن إنزال كما يفيد حديث أبي هريرة. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، حتى إنه قد ترد أسئلة فيقول إنه كان يجامع أهله منذ كذا وكذا شهرا ولا يغتسل لأنه لا ينزل. فلذلك ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا هذا بين الناس، ولا سيما بين الشباب المتزوجين حديثا، حتى يفهم الحق، لئلا يبقى الإنسان يصلي بغير طهارة. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال، أي جابر، يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمنا في ثوب. هذا الحديث فيه بيان مقدار ما يغتسل به، وهل يغتسل بماء كثير أو بماء قليل؟ نقول الأفضل أن يغتسل بماء قليل، لأن ذلك أبعد عن الإسراف وأيسر على النفس وأبعد من الوسواس أيضا. فهذه القصة تدل على ما ذكرنا، كان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين هو وأبوه، من هو؟ علي بن حسين، عند جابر رضي الله عنه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، يعني ماذا يكفيه وبماذا نغتسل؟ فقال جابر يكفيك صاع، والصاع أربعة أمداد، وهو قليل بالنسبة لما يغتسل به الناس اليوم. وهذه الأمداد يعني ملء كفي الرجل، الصاع ملء كفي الرجل أربع مرات، فهو قليل جدا، حتى أن الإنسان لا يشعر فيقول هل يمكن أن يسبغ بهذا القدر؟ فنقول يمكن، لأن الإسباغ كما سيأتي أقل ما يكون أن يمكن أن يجري الماء على العضو وإن لم يتناثر منه شيء. فقال رجل ما يكفيني، وهذا التعبير تعبير سيء، حيث قال أمام هذا الصحابي الجليل الذي قال يكفيك صاع ما يكفيني، لأنه شبه رد لما قاله إيش الصحابي، وهذا سوء أدب. ولهذا قابله جابر بهذه العبارة الشديدة، قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. أوفى شعرا يعني أكثر، وكلما كثر الشعر كان استهلاك الماء أكثر. وخيرا منك يعني في التقوى، في تقوى الله عز وجل والتعبد له. فذكر سببين يقتضيان أنه يكفي. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوفى شعرا من هذا أي أكثر، وثاني أنه أتقى لله،
ولو كان ذلك لا يجزي ما اكتفى به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أمنا في ثوب، أمنا أي صلى بنا إماما في ثوب أي في إزار كما دل عليه اللفظ الآخر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا مشروعية التقليل من استعمال الماء في الغسل، ثانيا أنه ينبغي أن لا يزيد على صاع، لأن هذا هو الذي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أنا لا أستطيع أن أسبغ بالصاع، فما الجواب؟ نقول: المفروض هو الإسباغ، لكن احرص على أن تقلل ما استطعت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتوضأ فلا يرى على الأرض من أثر وضوئه شيء، وذلك لقلة ما يستهلك من الماء. قال أهل العلم: الإسباغ في الغسل أن يجري الماء على العضو سواء تقاطر أم لم يتقاطر، وأما المسح فالإسباغ فيه أن يمر يده مبلولة على المكان الذي مسحه. فبينهما إذن بينهما فرق: الغسل لابد يجري، وأما المسح فليس بشرط. إذا أمررت يدك على المكان الممسوح وهي مبلولة كفى. فإن قال قائل: في وقتنا الحاضر والناس يغتسلون بالبزابيز والدشوش، هل يمكن أن يكتفي الإنسان بالصاع؟ نعم، لا يمكن. الاكتفاء بالصاع إنما يكون فيما إذا اغتسل من الأواني من إناء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يغتسلون بذلك ويتطهرون به، لأنه ليس عندهم مثل ما عندنا اليوم. فيقال: اكتفي بقدر الممكن، قدر ما يمكن أن تؤدي الفرض اكتفي به. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر كثير، وهذا هو المشهور عنه، ولكنه لا يستفاد من هذا الحديث الواقع، لأن كونه أوفى من المخاطب لا يدل على كثرته، إذ قد يكون المخاطب قليل الشعر جدا فيكون الأوفى منه شعرا من أكثر منه، لكن قد يكون من سقة الناس أو أقل، لكنه قد جاءت حديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر. قال العلماء: وكثرة الشعر تدل على الرجولة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في الإزار دون الرداء، لقوله: ثم أمنا في ثوب، وقد جاءت الروايات الأخرى مفصلة بأن المراد بالثوب هو الإزار. وعلى هذا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، محمول على الأكمل والأفضل وليس بواجب، إذ أن الواجب ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة، والباقي يكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة جماعة، هل نقول في غير المسجد أو نقول في المسجد؟ اقرأ الحديث. يحتمل الحديث ليس فيه أنه في المسجد ولا أنه في غيره، فيحتمل أن جابراً كان في مكان له وليس في المسجد، وهذا هو الذي دل عليه أيضاً اللفظ الآخر في هذه المسألة، أنهم كانوا في بستان له أو حائط له، فيكون فيه دليل على جواز إقامة الجماعة في غير المسجد، لكن إذا كان هناك سبب. أما إذا لم يكن سبب فإن الواجب أن تكون الجماعة في المساجد. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، وذلك في الغسل. أما بقية البدن
فيغسله مرة واحدة. وهذا من الفروق بين طهارة الماء الوضوء وطهارة الغسل. طهارة الغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثة، وطهارة الوضوء إيش؟ يمسحه مرة واحدة. فيختلف عن الغسل من وجهين، من جهة أنه مسح لا غسل، ومن جهة أنه لا يكرر، وفي الغسل يكرر. وكذلك أيضا في بقية البدن، بقية البدن لا يكرر فيه الغسل، والوضوء يكرر فيه ما عدا الرأس. والفرق واضح، وذلك لأن الغسل جنابة تشمل جميع البدن، والرأس مستور بالشعر، فلا بد لكمال الإسباغ من أن يفاض عليه ثلاث مرات. وأما بقية البدن فهو متعدل عن الشعر، ولذلك اكتفي فيه بإيش؟ بغسلة واحدة. أما في الوضوء فإنه سقط غسل الرأس أصلا، لأن غسله عند الوضوء مشقة عظيمة، ولا سيما في أيام الشتاء، إذ أن غسل الشعر يستدعي بقاء الماء في هذا الشعر فيؤدي إلى البرودة. ثم إذا بقي الماء في الشعر وتقاطر فيما بعد على الثياب أكسبها بللا، وفي هذا أيضا مشقة. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن الرأس لا يغسل في الوضوء. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. الحسن ابن محمد ابن علي يعني ابن الراوي، وأبوه محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. محمد ابن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب، لكن نسب إلى أمه لأنها من أسرى بني حنيفة الذين ارتدوا فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، فكان يدعى بأمه. قال ثم قال المؤلف: باب التيمم. التيمم القصد في اللغة، تيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث يعني أفدنا الآن، شو معنى لا تيمموا الخبيث منه؟ قلنا لكم التيمم في اللغة القصد، فيكون قوله لا تيمموا أي لا تقصدوا. نعم. والخبيث الرديء، يعني لا تقصدوا الرديء فتخرجونه عن الزكاة وتدعوا الطيب لكم. أما في الشرع فالتيمم تطهير الأعضاء أو تطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة. دلوقتي من عوض أي نعم، التعبد لله، التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين على بالتراب على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة، وهو من خصائص هذه الأمة. فإن الأمم السابقة إذا عدموا الماء بقوا على حدثهم إلى أن يجدوا الماء فيتطهروا به، ثم يقضون ما فاتهم من الصلوات. وأيهما أيسر؟ التيمم، لأن التيمم فيها راحة الإنسان وإبراء ذمته وعدم الثقل المفروضات عليه لو اجتمعت. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء،
قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رأى رجلا لم يصلي في القوم، هذا لم يعرف اسمه، وهو لا يضرنا أن نعرفه أو لا نعرفه، لأن المقصود هو حكم المسألة. أما كونه يعرف أو لا يعرف فهذا ليس بواجب. ولهذا نرى أن بعض الناس يتكلفون في طلب العثور على اسم المبهمين في مثل هذا السياق، وهو في الحقيقة اشتغال بالمهم عن الأهم. وقول لم نصلي في القوم أي معهم، والمراد بالقوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله فقال يا فلان، فلان كناية عن رجل أو عن شخص، والأنثى منه فلانة. فهل الرسول قال هذه الكلمة يا فلان أو سماه باسمه؟ سماه باسمه، لكن الراوية لم يسميه، إما لنسيانه إياه أو لأنه رأى عدم وجوب بيان اسمه أو لغير ذلك من الأسباب. وقول ما منعك أن تصلي في القوم، ما هذه استفهامية، أي أي شيء منعك. وقول أن تصلي، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوبة بنزع الخافض والتقدير، ما منعك من أن تصلي. قال يا رسول الله أصابتني جنابة، المراد أصابته جنابة أنه كان على جنابة من احتلام أو غيره، ولا ماء، لا هذه نافية الجنس، وماء اسمها مبني وخبرها محذوف وتقديره موجود، ولا ماء عندي مثلا أو موجود. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك هذه من باب الإغراء، يعني إلزم الصعيد. والصعيد كل ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو غير ذلك، كل ما تصاعد على الأرض من جنسها فهو صعيد. فإنه يكفيك أي عن الماء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث وبيان فوائده. نعم. هذا غير موجود عندنا. أنت قلت لا يخلو بيت إلا ما رحم ربي. نعم. يعني ما نهى إنه إلا ما رحم ربي، اللي خلى بيته من هذا مرحوم. والثاني لا ما سمع. يعني كل بيت فيه حوض. موجود هو موجود لا بأس، لكن كلمة لا يخلو بيت من هذا إلا المرحوم والعدل ما رحم بيوته مملوءة. رأينا أنه لا بأس إذا كان الحوض كبيرا، نعم، وكان الماء يعني يمكن ينظف. وأما ولكن إذا كان كما عرفت إذا كان راكدا فقصناها عن ذلك، لا يغتسل أحدكم الماء الراكد الذي لا يشرب. طيب لا صاع واحد إذا أفاضه على نفسه، لكن هذا الذي تقول سينغمس فيه، ما في شيء، بشرط أن يكون هذا الماء الذي يغتسل فيه يفرغ ويؤتى بماء جديد له مصلحة. نعم. هل يجلس الرجل الذي جاء مع زوجته وقت من الزمن بعد الدماء أن يغتسل مباشرة؟ الأفضل أن يغتسل الإنسان مباشرة من حين الجنابة، لأنه جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، وأيضا إذا بقي جنوبا سوف يمتنع من قراءة القرآن، وهذا لا شك حرمان. فالأفضل المبادرة، وسبق أن الإنسان لا يرقد وهو جنوب حتى يتوضأ. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قلنا في تعريف الغسل والتعبد لله بإفاضة على جميع الجسد بصفة مخصوصة. نعم شيخ بارك الله فيكم، ما يكفي أن نقول إفاضة الماء على جميع الجسد، أن يكفي هذا؟ لا، بصفة مخصوصة لا بد منها. النية مثلا، الموالاة إذا قلنا باشتراطها، ثم إن الأكمل، الأكمل لا بد أن يكون بصفة مخصوصة. تقدم الوضوء، فرد الماء على رأسه مرات. شيخ ينصرف إلى الصفة المستحبة؟ المستحبة والواجب، حتى الواجب فيه بصفة مخصوصة. لا بد من النية ولا بد من تسمية على القول بوجوب التسمية. نعم. شيخ بارك الله فيك، يعني من قال بنجاسة المني يقول أن المني أوله مذي، والمذي متفق على نجاسته. نعم. كيف يجاب عليه؟ من قال هذا؟ ما هو صحيح. فيه أناس لا يمذون إطلاقا ويخرج منهم الماء الدافئ، هذا غير صحيح. ثم على فرض ذلك فإن الشيء في معدنه لا يكون نجسا، لا يكون نجسا حتى يخرج، بدليل أن الإنسان لو حمل في صلاته قارورة فيها عذرة هل تصح صلاته؟ لا. لا، السؤال للمناقش. ها؟ ولو حمل صبيا مملوءا بطنه عذرة، تصح. وهذا دليل على أن النجاسة في مكانها في معدنها لا ليست نجسة. هم يقولون ليس قضية أنها معدن. وعلى كل حال نحن الآن نخاطبهم بالعقلية، أما من حيث الشرع فقد جاءت الأحاديث بذلك وقطعت جاهزته قول كل خطيب، ما دامت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفركه فركا فيصلي فيه، لو كان نجسا كان لا بد من الغسل. يقولون حمل رواية الفرق على الغسل أن ثبت عن عائشة الغسل وعن عباس وجوب الغسل. نعم، غسل إذا كان رطب، لأن الرطب ما يمكن فرق، لو فرقت الرطب انتشر أكثر في الثوب. نعم، من النكت أن رجلا كان يناظر ابن عقيل رحمه الله في هذه المسألة. ابن عقيل يقول إن الماء، أن المنية طاهر، وذاك يقول إن المنية نجس، وكأنها علت أصواتهما. فقال رجل له ما شأنكما؟ قال كنت أعالجه على أن أقول إن أصلك طاهر وهو يأبى إلا أن يكون أصله نجسا، فالشكوى إلى الله. نعم. إيش؟ ها؟ إيه؟ يقول القحطاني رحمه الله في نيته والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. انتهى الجواب؟ انتهى انتهى. وانتهى الوقت. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب يديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين والظاهر كفيه وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المشروع في الغسل والوضوء أيضاً أن لا يسرف الإنسان، وأن أفضل قدر يغتسل به الإنسان هو الصاع النبوي. وذكرنا أن من اعترض على هذا بأنه قليل وأنه لا يكفي فإننا نقول له كفى من هو خير منك وأوفر منك شعراً. وسبق لنا ذكر التيمم وأنه في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا. وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالتطهر بالتراب على وجه مخصوص. وسبق لنا أن التيمم يكون في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر، ودليله حديث
عمران بن حصين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وأظن أننا لم نتكلم على فوائده، ما أخذ فوائده. طيب وقفنا على قوله عليك بالصعيد أي إلزم الصعيد فتطهر به فإنه يكفيك عن الماء. من فوائد هذا الحديث أولا الإنكار على المخالف، الإنكار على المخالف، ولكن هل يبادر بالإنكار أو يستفصل؟ نعم الثاني. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي لم يصلي في القوم لكنه قال ما منعك، وهذا الاستفهام ليس استفهام توبيخ بل هو استفهام استعلاء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز التخلف عن الجماعة، فلو دخلت مسجدا بعد أن صليت في مسجدك فلا تنفرد، ادخل معه، أليس كذلك؟ لأن الرسول قال ما منعك. ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن الذي منعه لينظر هل هو سبب مسوغ أو لا، فيقال هذا وارد لا شك، لأن الاستفهام كما قلنا استفهام استعلام لا استفهام توبيخ. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الجماعة في مسجد الخيف وقال صلينا في رحالنا، قال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، فأمرهما بالصلاة، لكن قال فإنها لكما نافلة، فدل على عدم الوجوب. من فوائد هذا الحديث التصريح بما يستحيى منه للحاجة، لقوله أصابتني جنابة. ومن فوائده أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا اعتذر أن يبين وجه اعتذاره بقوله ولا ماء، وهذا هو وجه العذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز عن الحدث الأصغر، لقوله لهذا الرجل الذي ذكر أن عليه جنابة عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ومن فوائد الحديث أيضا أن التيمم يرفع الحدث، لقوله فإنه يكفيك، إذ أن المعنى يكفيك عن الماء، أليس كذلك أيضا يا حق؟ أليس كذلك؟ وجهه أنت قال يكفيك عن الماء، ومن المعلوم أن الماء يرفع الحدث. وينبني على ذلك مسائل كثيرة، منها لو تيمم ليصلي نافلة فهل يصلي به فريضة؟ كما لو اغتسل للنافلة صلى فريضة. ولو تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر فهل يصلي بها أو لا؟ نعم يصلي بالتيمم الأول، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. ومنها لو كان عالما بأنه لن يجد الماء وتيمم قبل أن يدخل الوقت واستمر على طهارته فهل يكفيه؟ نعم يكفيه. والحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه أن يتطهر به بدون تجدد السبب أو لا يلزمه حتى يتجدد السبب؟ الأول، مع أنه قد يبدو للإنسان التناقض بين قولنا إنه يرفع الحدث وقولنا إنه إذا وجد الماء
لزمه أن يتطهر به وإن لم يتجدد السبب.